ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. دكتور عبد القادر، بداية كيف تبدو أوضاع النازحين في عملية الفلوجة خاصة مع فصل الشتاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. في الحقيقة هذا الموضوع هو يعني للأسف ما زال مستمر، معاناة النازحين مستمرة في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة لأكثر من 4 سنوات وهم على نفس الحال. هؤلاء العائلات الموجودة في هذه المخيمات وسط الصحراء، في هذه المخيمات ظروفهم إنسانية صعبة، لا يجدون ما يأويهم سوى هذه الخيام البالية ونقص أيضا كبير في المواد الغذائية وحاجاتهم الأساسية في ما يحتاجونه في سبيل العيش الكريم. وهذه للأسف يعني المعاناة مستمرة، يعني مع قلة وجود المنظمات الإغاثية والإنسانية أو حتى الدعم من الجهات المعنية بالموضوع، كانت المنظمة حاضرة لتقديم الدعم في توزيع الزي المدرسي في مخيمات عملية الفلوجة. كانت هذه الحقيقة الحملة تأتي في ضمن سلسلة من حملات متواصلة لمخيمات النازحين، وهذه الحملة كانت خاصة بتوزيع الزي المدرسي الشتوي على تلاميذ وطلبة مدارس النازحين في هذه المخيمات، في مخيمات عملية الفلوجة. نعم نعم. دكتور، معذرة للمقاطعة، هل حدثنا عن حملتكم الأخيرة في عملية الفلوجة لو سمحت؟ نعم، الحقيقة هذه الحملة الأخيرة تضمنت يعني توزيع الزي المدرسي الشتوي على 950 طالبا وطالبة في 3 مدارس في هذا المخيم. والمنظمة اعتادت الحقيقة أن تقدم هذه المعونة من الزي المدرسي بشكل دوري مع كل عام دراسي، ودعما منها للمسيرة التعليمية والتربوية لطلبة المدارس، ولا سيما هؤلاء النازحين الذين يحتاجون من يقف معهم في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، وفي ظل النقص الكبير في الدعم من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بموضوع النازحين عموما والطلاب والتلاميذ بشكل خاص. نعم. هذه كانت هي الحملة الخاصة بزي المدرسي لهذا العام الدراسي للطلبة في هذا المخيم. نعم، هل هناك تخطيط أو نية للمنظمة، لمنظمة أم القرى، للقيام بحملات أخرى في تلك المنطقة؟ بالتأكيد يعني المنظمة مستمرة في التواصل مع النازحين سواء كان في هذا المخيم أو في المخيمات الأخرى في المحافظة في الحضانية، وكذلك في المحافظات الأخرى الشمالية بحسب التقارير والميدانية التي تقوم بها المنظمة في المسح عن حاجاتهم وهؤلاء النازحين على النازحة في هذه المخيمات بشكل دوري ومستمرين إن شاء الله. محاولة من المنظمة لتخفيف المعاناة عن هؤلاء النازحين والوقوف معهم في هذه الظروف والمأساة الإنسانية التي يمرون بها لأكثر من 4 سنوات يعني في هذه المخيمات. من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.